كتب لنا قصة النهاردة محمود الجعيدي وعبد الرحمن محمد. مش عارف ابتدي منين، الكلام والأفكار كلها عمالة تتصارع في دماغي وكأنها مش عاوزاني أتكلم، بس بصراحة أنا لازم أحكي. أيوه هحكي. أنا اسمي يوسف، وما كنتش متخيل إن حلم مجرد بحلمه من وأنا صغير إنه يكون سبب العذاب اللي أنا فيه. كنت دايما بحلم وأنا في ابتدائي أبقى دكتور، وده ما كانش حلمي لوحدي، ده حلم والدي ووالدتي، ده حلمك وحلم ناس كتير، حلم أبويا وأمي اللي صرفوا على تعليمي دم قلبهم وشافوا شقة كتير علشاني. أنا لسه فاكر يوم تخرجي كأنه كان امبارح. أبويا مات قبل ما يشوفني، هو يشوف ابنه، يعني مش قصدي يشوفني أنا شخصيا، يشوف ابنه اللي بقى دكتور، بس هو أكيد حاسس بيا وفرحان بنجاحي. قدمت على التوظيف علشان أشتغل دكتور واستنيت كتير لحد ما اتبعت لي ظرف موجود في مكان التكليف. الوزارة قررت إنها تعيني دكتور في مستوصف صحي في إحدى قرى الفيوم. المكان بعيد تماما عن المدينة، أنا عايش في اسكندرية أصلا مع ماما، ومش هقدر أسيبها لوحدها، وخصوصا إن صحتها في الفترة دي يا جماعة مش كويسة خالص. بس في نفس الوقت مش هقدر أفضل قاعد من غير شغل، لأن معاش والدي ما بيكفيش، ومحتاج أتمرن وأمارس المهنة، ومصاريف علاج ماما كبيرة. قررت إن أنا هنزل كل شهر يومين أطمن عليها، وطلبت من واحدة في المنطقة إنها ترعاها وتبقى تشوف طلباتها وليها أجر شهري. حضرت شنطة هدومي وبقيت على أتم استعداد إن أنا أسافر للمكان اللي فيه التكليف، وبالفعل سافرت. ووصلت للقرية حوالي 7 بالليل، وأنا طول الوقت ماسك خريطة موبايلي علشان ما توهش، لحد ما نزلت على الطريق. سواق عربية الأجرة قال لي هتمشي على الطريق الزراعي ده يا أستاذ جنب الترعة اللي على اليمين لحد ما توصل، سلام عليكم. بصيت حواليا مفيش عربيات، مفيش مزارع، مفيش أي حاجة بتدل إن في بشر عايشين أصلا في المنطقة دي. أعمل إيه؟ ما كانش قدامي غير إني أمشي زي ما السواق قال لي لحد ما أوصل. ووصلت فعلا بعد يجي نص ساعة. قرية كبيرة، البيوت اللي فيها بدائية، أعلى بيت ممكن يكون دورين الحقيقة، وأنت في أول القرية ممكن تشوف تفاصيل القرية كلها، الأراضي الزراعية والبيوت اللي في النص، وآخر القرية في جبل. أهل القرية ناس بسيطة جدا، بس في حاجة غريبة ملاحظها ما بين الناس، محدش بيكلم حد، كله ماشي ووشه في الأرض، مش شايف حد ماشي معاه حد تاني، كل واحد ماشي لوحده وسارح في ملكوت الله مع نفسه. قلبي اتقبض من المنظر والمكان، ومش هكدب ان انا فكرت الوهلة ان انا ارجع، بس رجعت وقلت هو ترجع ليه؟ وانت مالك، بيكلموا بعض ولا ما بيكلموش بعض؟ يا اخي ده الناس لما ما تكلمش بعض هيبقى اريح. اول ما دخلت القرية ما احتجتش ان انا لف كتير لحد ما الاقي المستوصف. سألت والناس جاوبتني، وبرضو اجاباتهم كانت مقتضبة جدا، وكان في نظراتهم ليا حاجة أشبه بتحذير. وأنا ماشي وقفت راجل كان ماشي وعرفته بنفسي، وسألته على مكان المستوصف ووصف لي الطريق بتفاصيل أكتر. شكرته ومشيت في الشارع، من الواضح إن ده الشارع الرئيسي في البلد. فضلت ماشي لحد ما وصلت المستوصف، وكان في واحد اسمه حسن المفروض إنه مستنيني. أول ما شافني عرفني بيه ورحب بيا، وترحيبه ليا بصراحة كان فوق الجميل، وكان مجهز صينية أكل محترمة وصمم إن احنا ناكل مع بعض، وقال لي لازم كده نبتديها بلقمة حلوة مع بعض. وقعدنا ناكل سوا ونتكلم، وحسن بدأ يعرفني بنفسه وقال لي أنا من أهل القرية دي، أنا مولود فيها وعارف عنها كل حاجة، ولو عوزت أي حاجة أنا تحت أمرك. بس أنا ما كملتش تعليمي الحقيقة، كنت بروح على فكرة معها التمريض، وتعلمت شوية حاجات قدرت من خلالها إن أنا أشتغل مساعد هنا في المستوصف. أنت مش أول دكتور على فكرة أشتغل معاه، أنا اشتغلت هنا مع ناس كتير، لأن شغال هنا من يجي أكتر من 10 سنين. حسيت يعني انه بيقول لي ايه خلي بالك مني يعني. وقال لي انا ساكن قريب من المستوصف هنا، انت هتبات مع الدكتور عزت مدير المستوصف فوق في الدور الثاني، في اوضتين ليك اوضه ودكتور عزت ليه اوضه تانية، بس ارجوك والنبي ما تعملش دوشه بالليل ولا تخبط عليا سيد دكتور يوسف. حاضر حاضر، مفهوم مفهوم يا استاذ حسن. وبعد كلام ودردشة ما بيني وما بين حسن، حكى لي شوية عن المستوصف، وقال لي المستوصف دورين، الدور الأول للمستوصف والدور الثاني مخصص للمخزن وغرفتين للنوم. وحكى لي عن حال البلد والمشاكل اللي بتحصل هنا دايما، وبشرني ان المية بتتقطع كتير جدا في المستوصف، والكهرباء كمان من 9 مساء لحد 12 بالليل بتتقطع، وده بسبب مشكلة في المولد الموجود في القرية، واللي يعني الناس غلبت وما بتصلحش. كان حسن بيحكي لي وانا مش قادر، هموت وانام والوقت بيتاخر. حسن بدا يلاحظ اخيرا
قال لي شكلك تعبان وعاوز تنام صح كده ولا ايه؟ هو بصراحة يا حسن عايز انام جدا. طيب انا هوريك قطك واسيبك. طلعنا الدور التاني وكان مكون من ممر طويل وموجود فيه بابين بس، الباب الاول قريب من السلم والباب التاني في اخر الممر. حسن خرج مفتاح وفتح الباب القريب من السلم وقال لي الأوضة اللي هناك دي بتاع الدكتور عزت. عايز اقول لك حاجة، الدكتور اللي قابلك اتطرد من هنا لما خبط عليه في مرة من غير ما ما ما, ما يبقى مهد له. يعني ايه امهد له ان انا هخبط؟ انا مش هخبط عليه خالص يا عم، يكون احسن. وبعدين فتح باب الأوضة وأول ما فتحها مكمكمة وقديمة وكأنها يعني ما تفتحتش من زمن. شكلها مقبول نوعا ما، صغيرة، فيها بوتاجاز صغير، فيها سرير، فيها مرتبة، يعني الدنيا مرتبة متهالكة كمان، والسرير متهالك والجدران مبقعة، وفيها أكتر من بقعة سودة كده في أكتر من ركن، والتراب في كل مكان على الدولاب وعلى الجدران وعلى الأرضية اللي باين عليها أنها ما تمسحتش من زمن الزمن. ابتسامة هبلة كده من حسن وانا مبلم واقف مش متقبل المنظر اللي انا شايفه، وبعد كده شاور لي بدماغه زي دماغه ومشي وقال لي بكرة هزبط لك كل حاجة، انت تنام دلوقتي وما تحطش ايدك في اي حاجة. بص يا دكتور انا بقول لك ما تحطش ايدك في اي حاجة، وهجيب لك المساعدة تنظف لك الأوضة وتخليها تشف وترف وايه، وبس انت بديها اي حاجة. حاضر يا حسن، حاضر حاضر. ايوة كده، ما تقوليش يا استاذ حسن دي تاني، انا بحب يتقال لي حسن، وانا بس انا هقولك يا دكتور او يا دكتور بقى يعني اللي انت تحبه. حاضر يا حسن، حاضر. في الحقيقة في الوقت ده ما كانش فارق معايا حاجة، انا هموت وانام بعد المشوار والمشي الكتير اللي مشيته. نظفت مكان على السرير كده من التراب والحشرات اللي خارجة من تحت المرتبة، شيء صعب جدا يا جماعة، بس النوم كان اقوى مني، انا بتقفل حرفيا ومش قادر اقف. ما حسيتش بجسمي غير وانا بقع بكل تقل جسمي على السرير وبروح في النوم. نوم عميق، اول مرة ارتاح في النوم بالشكل ده، برغم ان زي ما وصفت لكم المكان ما يشجعش. فجأة انتبهت ان الجو في الأوضة برد قوي، فتحت عيني علشان السقعة. لمحت بني آدم، بني آدم واقف في ركن من أركان الأوضة، واقف ساكت ما بيتحركش. مين عايز مني ايه؟ مفيش رد. قمت بهدوء وانا مش عارف اعمل ايه اصلا، والشخص ده لسه واقف ومن الضلمة انا مش شايف ملامحه. قلبي عمال يدق بسرعة، ما لقول يا ترى ده عايز مني ايه، ولا حرامي ده ولا ايه. كان في حاجة زي تمثال نحاس صغير، مسكته علشان اضربه بيها لو حرامي. وفجأة الضل اتحرك ناحيتي والتمثال وقع من ايدي وانا بصرخ وصرخت ووقعت على الأرض وبدأت أزحف على ظهري. كنت بزحف وعناية متعلقة بيه أو بيها. كانت واحدة ست لابسة أسود، وشها كله متغطي بعروق زرقاء نفرة منفوخة، وكأني باصص على جثة بقالها 3 أيام ورجعت للحياة. عينيها كانت بلون الدم، شعرها كان أبيض بالكامل، طويلة جدا، وكانت بتبصلي بصة كلها غضب، ونطقت وقالت اسمي. ساعتها وصلت الزحف لحد ما خرجت من الأوضة وقفلت الباب برجلي. وقفت أبص على الباب المقفول وأنا مش مصدق نفسي إن أنا خرجت عايش. إيه الشيء اللي جوه ده؟ إيه الشيء اللي موجود ومتلاح جوه ده؟ وقتها حسيت بألم رهيب في معدتي، ألم لا يطاق، لدرجة بدأت أحط إيدي على بطني، مش قادر. وطيت على الأرض على ركبي، نزلت على الأرض، اتنيت على نفسي وبدأت أرجع كل اللي أكلته. المفروض الواحد في الحالات اللي زي كده لما بيرجع بيرتاح، أنا ما رتحتش، لأن أنا كنت برجع شعر ملفوف حوالين نفسه زي الكور شعر كتيرة، منظر صعب.
وانا مش مصدق اللي بيحصل، وانا عمال ارجع والشعر بينزل من بقي، وبدا الشعر يعمل خصل طويله وتتحشر في زوري، وانا بموت مش قادر لحد ما خلصت. اترميت على الارض علشان اخد نفسي، وبصيت على الشعر. الشعر لمحت فيه ضوافر بني ادمين. ايوه ضوافر صغيره كتيره. قوم يا دكتور، انا عملت لك الفطار تحت، قوم اغسل وشك. قمت من على السرير وانا باخد نفسي بصعوبه، واحمد ربنا ان ده مجرد حلم او كابوس. الحمد لله. قمت قعدت، لكني لقيت كرة شعر مرمية من اللي رجعتهم وسط الأوضة في الأرض. قمت دخلت الحمام علشان أغسل وشي، غسلت وشي وغيرت هدومي ونزلت علشان أقابل حسن. لقيته محضر لي فطار بيض وجبنة قريش وعيش فلاحي كبير وعسل. فطار حلو بصراحة. قعدت أفطر والأكل حلو زي ما قلت لكم. كالعادة حسن بدأ وصلة الرغي وبيتكلم وما بيفصلش، كله كلام حوالين مشاكل البلد والناس اللي بقالهم مدة طويلة مش طايقين بعض، والناس فعلا حرفيا مش محدش بيطيق التاني. قلت له انا خدت بالي على فكرة من وانا داخل ان فعلا الناس مش طايقة بعض، بس بكرة تعرفوا ان دي ميزة مش عيب. بعد ساعة من الكلام المتواصل دخلت اوضة الكشف وبدأت اجهز نفسي لاستقبال الحالات. وفي نفس الوقت كانت الناس بدأت تيجي وبدأت انشغل في الشغل. المرضى اللي جم للوحدة اليوم ده كانوا بيشتكوا من نفس الشكل، صداع رهيب، رعشة غريبة في الإيدين، وظهور بقع لونها أزرق على الجسم. أول مرة أشوف ناس كتير بيشتكوا من نفس الأعراض في نفس الوقت. الموضوع قلقني وحسيت إن في وباء في بدايته، بس ما أقدرش أقول حاجة زي كده، يعني كلمة وباء دي كبيرة قوي إن أنا أقولها. عملت كل اللي أقدر عليه وبدأت أكتب علاج للحالات، وكشفت على ناس وساعدت ده وكلمت ده. كل واحد دخل المكان كان بيسكت، بيبقى ساكت يدوب يقول لي بيشتكي من ايه، ولو سألت يجاوب بكلمتين، وبعد ما خلص الكشف يخرج من المكان بهدوء وما يتكلمش معايا وبسرعة كمان. الموضوع فضل على كده لحد قرب المغرب، وبدأ العدد يقل لحد ما الكل خلاص اختفى قبل المغرب بساعة. تقدروا تقولوا ما كانش فيه ولا كائن حي يعني غيري. عاوز اسال على الدكتور عزت، وخصوصا اني ما شفتوش لحد دلوقتي، بس كنت تعبان وقررت اطلع الاوضه استريح. وانا طالع الاوضه ومعدي من جنب واحده من الاوض المقفوله، سمعت صوت حد بيتالم، وانا بيتهيالي ولا بجد. وقفت قدام باب الاوضه علشان اتاكد من اللي انا سامعه، وربط ودني من الباب علشان اسمع، مفيش حاجه. كملت ماشي لكني سمعت الصوت مرة تانية. رجعت بسرعة وحاولت أركز كويس، سمعت صوت حد صغير بيعيط، طفل محبوس جوه، معقول؟ مديت إيدي وحاولت أفتح الباب مش راضي يتفتح. سمعت أصوات جاية من جوه كانت واضحة أكتر، كلها أصوات ألم. زقيت الباب بكل قوتي ودخلت. النور اتقطع وصمت حل على المكان، صمت مخيف، مفيش اي حاجة ولا صوت مسموع، كأني لوحدي الموجود ومش سامع حاجة غير صوت ضربات قلبي وهي بتدق بسرعة. نفسي بدأ يتقطع من التوتر وبدأت اخد نفسي بصعوبة. حاولت اطلع الموبايل علشان انور بيه، نورت الكشاف فعلا بتاع الموبايل، بس بدأ يترعش بقوة لما سلطته على حاجة واقفة قدامي، شيء متجسد مش شايف غير ان في عينين لونها احمر زي الجمر. حاولت اقرا القران، صوتي ما بيطلعش، كان لساني عاجز ما بينطقش. لاحظت ان الشيء ده كان مركز معايا، عينيه موجهه ناحيتي، وفي اللحظه دي النور رجع والشيء ده ما بقاش ليه اي اثر. حاجه خبطتني على كتفي، بصيت ورايا لقيت حسن بيقول لي ايه يا دكتور اللي موقفك هنا، انا بقالي ساعه بدور عليك، حتى كمان حاولت اتصل بيك ما كانش رقمك بيجمع، هو في ايه؟ وإيه اللي فيه؟ إيه مفيش حاجة،
انا سمعت صوت جاي من الاوضه، دخلت اشوف فيه ايه. صوت ايه يا دكتور؟ ما احنا في مستشفى. تلاقي عفريت. عفريت؟ هو عادي كده ان انت تقولي تلاقي عفريت؟ وبعدين مفيش في المستشفى حد. الاوضه دي بتاعت ايه يا سيدي؟ دي كانت اوضه قديمه عاملها الدكتور عزت زي اوضه عزل صحي للحالات المتاخره. طب هو بالمناسبه هو الدكتور عزت فين يعني؟ انا هو انا مش هشوفه. كان مشغول النهارده مع حاله صعبه قوي ومفضيش عشان يجي حتى يسلم عليك، مع انه والله الدكتور عزت كان عايز يجي يسلم عليك بنفسه. عم سيرك هتشوفه. وخرجنا وسابني ونزل، وانا فضلت في مكاني شويه كده ابص للاوضه وانا واقف بره. ورجعت دخلت، لاحظت ان في اثار دم موجوده على الارض في الاوضه اللي هي اوضه العزل دي. المستوصف ده يا جماعه في حاجه غريبه، بس انا مش قادر حتى امسك طرف خيط اكمل منه. خرجت موبايلي وصورت اثار الدم وقفلت الباب ورايا وخرجت. رحت اوضتي، كانت الاوضه متوضبه ونظيفه زي ما حسن قال لي ان المساعده دي كانت عملتها. استريحت شويه وبعد ساعه قلت اتمشى بقى، انا قرفان كده وزهقان وعايز اتمشى. انا عايز اعرف الناس فيها ايه. خرجت بره المستوصف وتمشيت في الشوارع، الناس قليله جدا جدا. بقى لي اكتر من ربع ساعه بحاول ادور على اي قهوه اقعد عليها، مفيش. البيوت مقفوله، الشبابيك مقفوله، ما اعرفش، مش فاهم وضع البلد الغريبه دي ايه. ولمحت اخيرا قهوه صغيره في اخر الشارع. ياه، قهوه ما فيهاش حد قاعد غير واحد يدوب كبير في السن وماسك في ايده قرص عجوه وكوبايه شاي وبس. قعدت على كرسي، خرجت التليفون عشان اتصل بماما واطمنها عليا. الشبكه هنا وحشه جدا. سمعت صوت بيقول لي تشرب حاجه يا باشا. شفت شخص كده ضخم ملامحه، مش هنتكلم على ملامح البني ادمين، خلاص ما علينا. قلت له قهوه مظبوط. اتحرك ومشي، وبعد دقايق رجع مره تانية ومعاه القهوه، وهو بيحط القهوه كان بيبرطم كده زي ما بيقولوا، بس ما فهمتش هو بيقول ايه. بصيت له قلت انت بتكلمني؟ بكلمك. اهرب من هنا. مش سامع بتقول ايه؟ اهرب من هنا. وسابني ومشي. كملت قعدتي وشربت القهوه وخرجت ورقه وقلم وكتبت ايه بعض الشعر، لان انا بحب الشعر الحقيقه. وفي الحقيقه الجو والوحده والعزله دي ومنظر الزرع والشجر والليل ونسمات الهواء تساعد ان الواحد يعني يخرج اي مشاعر او احاسيس على الورق. قمت من على القهوه قلت ارجع. الشارع كانت ضلمت اكتر، مفيش انوار في الشارع، حتى البيوت مفيهاش نور. كنت حاسس ان انا مش ماشي لوحدي، حاسس بحركه ورايا. واتلفت مفيش حد، بس انا حاسس ان في حد بيتحرك ورايا. لكن قدامي انا قادر المح حاجه قدامي. لما قربت كان الراجل الكبير اللي كان قاعد على القهوه، كان واقف وساند ظهره على جدار وماسك في ايده قرص العجوه اللي بياكله. رحت اكلمه وما بيردش. اللي ادركته تقريبا ان الراجل ده عنده لطف في دماغه او حاجه يعني. طلعت فلوس علشان اديها له، بص لي وقال لي مش هتقدر تعمل حاجه، ارجع بلدكم احسن. وفي ايه؟ وفي ايه اللي كل شويه حد يقول لي اهرب وارجع؟ البلد عموما فاضيه ما فيهاش بني ادم، واحد ماشي في الشارع. رجعت المستوصف، وانا بفتح باب المستوصف قابلت في وش دكتور عزت، ودي اول مره كنت اقابله فيها. شخص بصراحه ليه هيبه، جسمه عريض، شعره ابيض طويل شويه، ملامحه بتدل انه شخصيه جاده جدا في التعامل. وفي الحقيقه هو شخص غريب لانه بدا اللقاء بزعيق. والله زي ما بقول لكم كده، انت ازاي تخرج من غير استئذان؟ احنا مش ورانا شغل، انت جاي تلعب؟ انت فاكر نفسك نازل للريف تتفسح؟ حسن حظك النهارده ان ما كانش فيه شغل كتير.
الصراحة أنا بقيت أبصله وأتأمل إزاي، يعني هو ده بداية التعامل بيننا يعني. سكت شوية وبعد كده قلت له أنا آسف يا دكتور، أوعد حضرتك مش هتكرر تاني. هدي شوية وبدأنا نتكلم ونتفق على نظام الشغل بيننا. خلصت الكلام معاه وطلعت على الأوضة علشان أنام. مش عايز أحكي لكم على كمية الكوابيس اللي شفتها في اليوم ده. كوابيس عبارة عن فلاش باك للي حصل لي من أول ما جيت القرية ولحد ما اتكلمت مع الراجل اسمه دكتور عزت. بس الـ 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 الحاجة اللي عايز أقولها لكم إن خلال الأحلام كنت بشوف زي واحد واقف بعيد كأنه بيراقبني. ملامحه مش واضحة بس كان موجود قاسم مشترك في كل حلم أو كابوس شفته. مهم فضلت على كده لحد ما صحيت مفزوع من كمية الأحلام المتداخلة في بعضها. كانت الساعة تقريبا يعني بعد نص الليل يعني. فضلت قاعد شغلت قناة القرآن الكريم لحد ما الفجر أذن. طلعت صليت الفجر في المسجد اللي جنبنا ورجعت. حوالي الساعة 9 الصبح بدأت أمارس شغلي، وزي أول يوم نفس المرضى اللي جايين الوحدة كانوا بيشتكوا من نفس الشكوى. صداع رهيب عند ناس تانية، رعشة غريبة في الإيدين، ظهور بقع لونها أزرق على الجسم. وبعدين بقى وعلى آخر النهار لقيت راجل ومراته داخلين عليا. الراجل كان كبير في السن وشايل ابنه على كتفه، وواضح إن الابن عيان جدا. كشفت على الولد كان عنده ضعف رهيب وهزال. أنا بكشف عليه لقيت أبو الطفل بيكلم مراته بيقول لها ما كانش ليها لازمة نيجي هنا، ما كانش ليها لازمة، هو مش هيعالجه، اللي على ابن الجن. يا حاج ابنك مريض، جن ايه وبتاع ايه؟ مريض وان شاء الله يتعالج، انا هكتب لك على شوية تحاليل لازم تتعمل. والله يا ابني ملبوس، شايف كل الناس اللي بتيجي تكشف عندك كلهم عيانين من اللبس ومن الجن، بس ايه انا مراتي اللي دماغها جزمة قديمة. بص يا حاج، اللي عرفه ان الجن بيلبس الناس، لكن اللي بيجيب للناس المرض مش الجن. انت مش مصدقني يا ابني؟ اقولك يا حاج سيبك مصدقك وانا مصدقكش، انت مش جيت لي هنا، سيبني بقى اشوف شغلي وبقى اروح للناس بتوع العفاريت يشوفوا شغلهم هما كمان. انا عايز بس شوية معلومات تفصيلية عن ابنك كده، قولي شوية، عرفني عنه، ايه اللي حصل والموضوع بدأ ازاي. يا ابني الموضوع بدأ من حوالي شهر بعد لما جبت ابني إيهاب من هنا علشان يتعالج من رعشة غريبة في إيده وبقع زرقة كانت بتيجي على جسمه. الدكتور عزت طمنا وكتب لنا شوية أدوية واشتريناها من الصيدلية، اشتريناها وإحنا مروحين يوم. تاني يوم كنت راجع من الشغل وطلعت على الأوضة بتاعت إيهاب علشان أطمن عليه، وكان البيت عندنا كله هادي ما فيهوش دوشة. فتحت باب الأوضة ودخلت ببص بعيني على الولد، ما شفتوش في الأوضة. قلت الواد راح فين؟ قلت يمكن ما يكون مع عمه. بس قبل ما افكر في حاجه تانية حسيت بايدي اتحطت على كتفي من ورا، بصيت لقيت ايهاب. قلت له يا ابني انت كويس؟ ما ردش عليا. كان وشه اصفار وتحت عينيه اسود وكان حتى شعره ملخبط. مالك يا ابني شكلك عامل كده ليه؟ برضه يا دكتور ما ردش. لمحت ايده ملفوفه بشاش كانه متعور. ايه يا ابني اللي في ايدك ده، انت جرحت نفسك من ايه؟ والمره دي بقى يا دكتور رد وقال لي انه مش فاكر، وتحرك ناحيه السرير ونام. بعدها بقى بدات الحاجات اللي تحصل اغرب. ايهاب ابني بقى على طول كسلان وعايز ينام، ومن سائل لاسوء، كلامه بقى تقيل وقليل، ما بقاش يتكلم بعدها ولا حتى يخرج من الاوضه. حتى الاكل اللي امه بتعمله له يرجع الأكل والأطباق مليانة زي ما هي، والصلاة ما بقاش بيركعها، ولما يشوفني بصلي يتضايق، ولما يسمع الأذان يزعق. وفي يوم بالصدفة وقع قدامي كراسة من بتوعه. الكراسة كان مش مكتوب فيها كلام، كان مرسوم فيها، أنا معرفش الرسم اللي مرسوم ده إيه، بس كانت رسوم لوشوش وحشة، وحشة كده زي الجن والعفاريت. راسهم كبيرة وليها قرون وعينيها فيها شقوق. تخيل يا دكتور طفل يرسم الحاجات دي، صدقتيني بقى ان ابني عليه جن، ابني ممسوس. هتقولي برضو مش مصدق، هقولك انا كمان في الاول كنت بقول لا دي شخبطة عيال،
لكن خوفي على ابني جالي وقت وبقى خوف منه. لما بقيت اصحى بالليل على صوته عشان الاقيه قاعد متكون في ركن في الاوضه في الضلمه وعمال يقول كلام محدش فاهمه. انا ما كنتش ساعتها حتى بقدر اطلع نفسي من بقي وانا شايف المنظر ده. صحيت في يوم من النوم قبل الفجر مفزوع، قمت من على السرير روحت اطمن عليه. دخلت من باب الاوضه وانا بنادي عليه، بلف عيني يمين وشمال بدور عليه مش موجود برضه. لكن بدل من وجود ابني كان في حاجات تانية موجودة. كان في بقع على فرشته، رسمة غريبة على الحيطان زي اللي بيرسمه، ورسمة تاني زي اللي بنسمع عنه بتاع التحضير والسحر. منظر يخوف. وقفت في مكاني وانا مش فاهم ايه ده ولا ليه بيحصل ده، وابني فين؟ سمعت في الوقت ده صوت قطة جاية من ناحية الحمام، قطة صوتها يخوف. رحت ناحية باب الحمام، أول ما وقفت قدام الباب حطيت إيدي على المقبض ولفته بالراحة علشان أفتحه. مجرد ما فتحت الباب القطة نطت من جوه، قطة سودة، السودة تخوف. أنا اترعبت، مش أنا راجل كبير بس اترعبت واتكعبلت ووقعت على الأرض. لكن جوه كان إيهاب واقف جوه الحمام، ملامحه مرعبة، علامات خربشة على وشه وباقي جسمه، واقف ملط مش لابس هدومه خالص. أما الأرض حواليه كلها مليانة دم، تقولش بركة دم والواد واقف فيها، والدم ده جه منين يا حاج؟ هقولك يا ابني، تلاحقنيش في الكلام وهقولك. قطط، قطط كتير كان قرص على رقبتها بإيده وبتفرفر يا ولداه، بتفرفر لحد ما ماتت. تقدر تقولي ده إيه؟ أقولك إن ابنك عنده حالة عصبية أو نفسية، وده مرض وليه سكة علاج تانية غير اللي أنت بتفكر فيه خالص. هو أنت مصمم إن ابني مجنون؟ بقولك ابني ملبوس ممسوس. طيب ريحني واعملوا التحاليل وهنعرف بعدها نحدد اذا كان ملبوس ولا ممسوس ولا اللي انت عايزه، بس ريحني. وكتبت له روشته وتطلبت منه انه يلتزم بيها لحد ما اشوفه بعد 3 ايام. شال ابنه وبص لي وقال لي 3 ايام، ربنا يستر ويفضل عايش في 3 ايام دول. بعد لما خرج الراجل رحت قابلت حسن وبدات اتكلم معاه. انا المره دي عاوز اسمع منه كلام اكتر لان انا مش فاهم اللي بيحصل في البلد، البلد فيها حاجه غريبه. حسن بيحب الكلام وفرح جدا لما قلت له انا عاوز اعرف اكتر عن اللي بيحصل هنا. نظراته مقلقه، كان خايف قلقان، عمال يبص يمين وشمال، وبعدين طلب مني ان انا اخرج معاه ونتكلم في مكان تاني غير هنا. خرجت معاه وبدانا نتمشى، ومشي وانا ماشي وراه وانا مش عارف هو رايح فين، لحد ما فجاه وقف عند شجره كبيره قدامها ترعه في وسط الغيطان، ولقيته بيقرب مني وبيهمس ويقول لي بص يا دكتور يوسف، انت مش اول دكتور يجي هنا البلد، في غيرك كانوا هنا وعشان الفضول كان اقوى منهم اختفوا وما بقاش ليهم اثر نهائي، وفي اكتر من قضيه مفتوحه لحد دلوقتي عن اختفائهم، والناس خايفه تتكلم، الشرطه ما قدرتش تعمل حاجه لان مفيش اثر ليهم اصلا، وعمالين يدوروا عليهم وقلبين عليهم الدنيا ومش لاقينهم. زي ما انت شايف الكل خايف، الكل مرعوب من المرض، والمرض الغريب اللي عمال يملى البلد ده وخصوصا بين العيال الصغيره بينتهي بموت العيال. انا عاوز اقول لك حاجه يا دكتور، انا هقول لك اللي انت عاوز تعرفه، بس وعدني ان فضولك ما يخليكش تدور اكتر من كده، خليك بالله عليك في شغلك، انا حبيتك والله العظيم، وما تخرجش من المستوصف بالله عليك مره تانية. تمام يا حسن، احكي وانا سامع. هوعدني بس الأول، أوعدك يا حسن مش هخرج يا حسن تاني، ولو هخرج هقولك أو هاخدك معي. من 7 سنين يا دكتور الدكتور عزت وصل هنا المستوصف، وكان هو أول دكتور يجي من محافظة تانية، وده بعد طلب من أهل البلد من المركز بسبب إن مفيش دكتور في البلد. الدكتور عزت بيحب شغله جدا وناجح جدا والكل بيشهد له بده. المرض زاد آخر 3 سنين في البلد،
أمراض غريبة ملهاش علاج بدأت تظهر على أهل البلد وخصوصا العيال الصغيرة. هو مرض مش معدي بس خطير لدرجة أن الكل بيخاف يخرج من بيته. في ناس بتقول أن المرض بيجي بسبب الترعة، علشان كده الكل ما بينزلش يشتغل في الأرض خالص، وزي ما انت شايف الأرض عمالة تبور وتبوظ والبلد حالها بيقف. معرفش جابوا المعلومة بتاعت الترعة دي يا دكتور منين. الدكتور عزت كان بيعالج، بس كان بيعالج الناس بطريقة غريبة ما اقدرش اقول ان ليها علاقة بالطب يا دكتور يوسف خالص. طلب مني اجيب بخور واجيب جثث حيوانات وعظم وحاجات غريبة. هو بصراحة بيراضيني وبيديني اللي فيه النصيب. واللي خلاني اسكت ان الموضوع بدأ يجيب نتيجة مع المرض. بس الغريبة يا دكتور ان اي شخص بيتعالج بالطريقة دي يا اما حد من اهله او صحابه يموت، يا اما هو يموت بعد ما يخف. عشان كده كل خايف. انا من سنة ابويا مات واخويا الصغير كمان مات، وده بعد علاج دكتور عزت هو بعد ما خفوا. جيت للحق انا بكرهه بس بخاف منه وما اقدرش اسيبه لانه بيديني فلوس. انت لو عايز نصيحتي امشي، امشي من هنا. ولو عايز تكمل مالكش دعوه بحد ولا ليك دعوه بحاجه ولا ليك دعوه بعزه نفسه. فهمت انا ليه من وقت ما جيت وانا بقولك ابعد عنه وابعد عن قطه؟ الحقيقه ان كلام حسن وضح لي حاجات، بس في الحقيقه انا خفت، مبقتش عارف وانا ممكن اعمل ايه. اهرب زي ما بيقول، ولا اهل البلد المساكين دول انا مسؤول عنهم ولازم احاول انقذهم. في سر كبير موجود عند عزت بصراحه بدأ ترقب. يوم عن يوم بقيت ألاحظ حاجات غريبة. بقيت أشوف الدكتور عزت بيتجول في الممرات بتاعة المستشفى كانوا بيعمل حاجة مش عاوز حد ياخد باله ولا يشوفها. وكمان كل يوم سبت الساعة 2:30 بعد منتصف الليل كنت أشوفه خارج بيتسحب ورايح ناحية المقابر. يوم عن يوم بقيت ألاحظ خربشة في وشه، وكمان الأوضة بتاعته كنت أسمع منها أصوات. الموضوع زاد بقاله أسبوع، بقيت أحلم أنا بقى أحلام غريبة وكمان ألاقي دم على الحيطان في المستوصف. على نهاية الشهر كنت نزلت الأجازة بتاعتي، والدتي لاحظت أن أنا طول الوقت ساكت. طلبت مني إذا كنت مش مستريح في الشغل الجديد أسيبه. قلت لها لأ مفيش حاجة، طبعا المكان كويس. هقول لها إيه؟ هي ناقصة قلق، هي ناقصة رعب عليا. خلصت يومين الأجازة ورجعت المستوصف. كان في الانتظار على باب المستوصف واحدة ست كبيرة في السن ومعاها عيل صغير باين عليه انه تعبان جدا. الوقت كان متأخر بس شكل الطفل التعبان يعني ما فيهاش حاجة اسمها متأخر او مش متأخر. خدتهم ودخلت بيهم المستوصف بسرعة وكشفت على الولد. اسم الطفل سليم، ما فيهوش اي حاجة. الغريب هو اللون، لونه مليان بقع داكنة وزرقة في كل حتة في جسمه، والولد بيكح. وهو بيكح سمعت صوت غريب خارج منه بين الكح وكلام انا مش فاهم. وبعدين الولد بدأ يرجع دم، وانا واقف زي المشلول، مش عشان الدم، علشان كتل الشعر اللي بتنزل وسط الدم. كتل شعر انا شايفها وعارفها كويس وشايفها قبل كده ومجربها كويس جدا. شلت الطفل اخدته في حضني وجبت مسكن بسرعة وحقنته بيه. وكتبت على العلاج اللي انا ممكن اعمله، لان انا نفسي مش عارف هدي له علاج ايه. كنت مش مستوعب اللي بيحصل، والوقت بيمر والبلد كل يوم بشوف فيها حاجة أغرب من اللي قبلها. طفل ازاي يخرج منه كمية الشعر دي؟ ده غير إهاب والأعراض الغريبة وكلام أبوه إنه ملبوس بالجن. تفكير مستمر
عقلي تعب وجسمي ما بقاش متحمل اللي بيحصل. قطي برد وحاسس ببرد شديد فيها، مرعوب خايف، خوف ممزوج بفضول. بكلم نفسي وبفتكر كلام حسن عن اختفاء الدكاترة اللي كانوا قبلي والفضول هو اللي تسبب في اختفائهم. فتحت الموبايل على الاستوديو وجبت الصورة اللي صورتها لأوضة العزل. لقيت الصورة لكن ما لقيتش أي أثار للدم اللي كان موجود على الأرض. وكان القرار إن أنا هروح أوضة دكتور عزل. وقفت قدام الأوضة، حاولت أفتح كتير لكن مفيش فايدة، الباب مش راضي يفتح، مقفولة يا إما من جوه أو مقفولة بمفتاح، يعني في حاجة مانعة فكرة الفتحة أصلا. بدأت أحاول أزق الباب وأفتحه بالعافية، برضو مفيش فايدة. سمعت صوت رجلين جاي المكان اللي أنا فيه وطلع السلالم. وقفت وبطلت اللي أنا بعمله، قلت وش ده دكتور عزت، مش هيسكت لو شافني طبعا، بحاول أقتحم الأوضة فيها مصيبة هتحصل. صوت الرجلين وهي بتقرب كان تقيل والأنوار بتترعش. فضلت أدور على مكان استخبى فيه ولقيت، كان مش مناسب نهائي لكني لازم أعمل كده. المكان هو أوضة العزل. رحت فتحت الباب واستخبيت جوه. المكان كله ضلمة ولو نورت كشاف، أي كشاف، صاحب الرجلين اللي احتمال كبير يكون هو الدكتور عزت ده، إذا ما كانش هو بكل تأكيد هيشوفني. صوت الرجلين اختفى، نورت الكشاف وكانت الصدمة. الأوضة مليانة دم حواليا وجثث متقطعة وجثث متحللة. صرخت غصب عني من الفزع. نور الكشاف اطفى ولقيت المشهد زي ما يكون بيتبدل. لقيت نفسي في مكان كله ضلمة مش شايف منه حاجة. كنت ماشي حاسس على أي حاجة علشان أعرف أتحرك. رجلي خبطت في جثة من الجثث اللي على الأرض. رجعت أسمع صوت الخطوات تاني. مع كل خطوة كنت بحس إن المكان كأنه بيصاب بزلزال، كأن المكان هيتطربق على دماغي. صوت الخطوات بيقرب وأنا ارتجافات الأرض موقع عيني مش عارف أحافظ على توازني. ظهر نور أحمر خفيف وبعدين الجو برد أكتر وبدأت أترعش واتنفض. جسمي بدأ يضعف، بدأ ينزل حاجات من مناخيري. حطيت إيدي لقيت دم نزيف مستمر. وظهر الشخص صاحب الخطوات، كانت مفاجأة. كان طفل كأنه مريض، وشه شاحب وواقف قدامي وبصلي وركز معايا جدا وما شالش نظره من عليا. قرب مني، أنا بحاول أتحرك مش قادر. قرب أكتر أكتر، وبعدها مر من جنبي، مر من جنبي كأني مش موجود. وبدأ جسمي يفك مجرد ما مر من جنبي. أنا ما فكرتش في الهروب، أنا عايز أعرف الطفل بيبص على إيه بما إنه ما كانش بيبص عليا ومش شايفني. اللي شفته محدش يقدر يشوف منظره ولا ثانية واحدة. كان الدكتور عزت واقف ولابس زي بلطو أبيض وفوق منه مشمع شفاف، وكان معاه جثة طفل تاني مقتول وراسه مفصول عن جسمه. أنا واقف مذهول ومش عارف ولا قادر أتحرك من مكاني، والدكتور عزت مش شايفني أو مش حاسس بوجودي. كان واضح أوي، واضح جدا إن هو اللي قتل الطفل وفصل راسه عن جسمه. كمان كان بيسلخ سلخ الجلد من على وشه وعمال يتكلم بهمس وبيقطع لحم وش الطفل لحد ما وصل للجمجمة. هو بدأ بصوابه يعمل علامات على الجبهة ويردد كلام مش مفهوم. وبدأ الصوت يعلى وبدأ الكلام يتفهم. وبحق الملكة عائلة وريثة العرش
المختار الموكل بالقربان. أطلب القبول والعهد والأمان. الحق صلوه والأسد الخطوب. بدأ يظهر رجال وأطفال وستات كتير ملامحهم مخيفة، مسلوخين الجلد من على الوش، بعضهم جلده سايح وبيقع منهم على الأرض، وبعضهم بدون عينين. أما الدكتور عزت ففي الوقت ده تلفت وبص لي بصة كلها غل وشر، حسيت معها إن سكاكين بتقطع في كل لحمي. كفاية عليك اللي شفته. ما انت هتموت بكرة. في اللحظة دي انا فتحت عيني لقيت نفسي على سريري. انا مش عارف ده حلم ولا علم ولا وهم ولا ايه. فقت اكتر على شكة في دراعي. لقيت الدكتور عزت واقف قدامي وبيحقني في دراعي بحقنة. اوه ايه الحقنة دي؟ حقنة علشان تهدى. محتاج تهدى. اهدى من ايه؟ اهدى من ايه؟ هبت انا لقيتك واقع في الارض وعمال يجيلك تشنجات، فقلت لازم تاخد حقنة تهديك. ها مش دكاترة وزمايل يا دكتور يوسف ولا ايه؟ انت محتاج تستريح على فكرة. ارتاح. نام. وخرج وقفل الباب. وكان القرار ان انا ههرب. انا مش هكمل. مش هفضل موجود في المكان المخيف ده. وباين جدا سيطرة الدكتور عزت على الناس وسلطته الكبيرة. وانا ما يخصنيش ده اصلا. انا مالي. في سر كبير ومش عاوز اعرفه. اللي بيحصل ده ملوش علاقة لا بالطب ولا بالعلم، ده ليه علاقة بالدجل وبالسحر وكل اللي اتقال من الناس صح. الراجل ده دجال سحار بيعمل كل المصايب، وانا مش هقدر اعمل حاجة بطولي. انا محتاج بس اقدر اقوم واقف على رجلي واهرب. كل ده حوار داير في دماغي بالمناسبة، لا عارف اتكلم ولا قادر انطق ولا قادر اتحرك. الحقنة اللي ادهالي شلت كل جسمي ما عدا دماغي وتفكيري وعقلي. شوية وبدأ النور يترعش وتقطع، وسمعت اسمي بيتنادى في كل ركن من أركان الأوضة. حسيت إن في حاجة بتتحرك، حاجة بتتحرك جنبي. وبدأت أحس بحرارة، حرارة في المكان بتزيد. وبدأت أعرق أعرق، وريحة شياط غريبة معرفش منين، لكن جنب ودني. كانت أنفاس حد جنبي. عايز أصرخ، صوتي ما بيخرجش، جسمي مش بيتحرك، الشلل مسيطر على كل أعضائي. كل اللي قلته حتى قلته في عقلي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. كل حاجة سكتت، وحسيت بحاجة صلبة
بتتحط بين صوابع ايديا. عايز افتح عينيا لكن صعب جدا. بدأت اجي على نفسي علشان افتح. فتحت لقيت في ايديا سكينة. سكينة غير انا دم. وقدامي على الارض جثة. جثة. جثة حسن في وسط الأوضة. بصعوبة قدرت أتحرك. نزلت من على السرير وقربت من حسن. مذبوح من رقبته. الجثة متشوهة وفي حروق وكدمات ونظراته مرعبة مخيفة. وأنا عملت إيه؟ السكينة اللي اتذبح بيها كانت في إيدي. لو حد دخل عليا دلوقتي هيتقال إن أنا اللي قتلته. ولو فكرت أهرب هيجيبوني. هيجيبوني. أنا لازم أتخلص من الجثة دي دلوقتي. أيوه. شلت حسن على كتفي بعد ما حطيته في شوال. بعد ما قدرت اتحرك وجسمي رجعت اسيطر عليه تاني ونزلت بيه. هتقولي اللي جبت الشوال منين؟ لقيت الشوال موجود جنب السرير عندي وكأن اللي عمل كده كان بيساعدني او عايزني اعمل حاجة معينة وانا زي الغبي بعملها. نزلت خرجت بيه برا المستوصف. محدش موجود اصلا. دخلت وسط الشوارع الغريبة المظلمة ولقيت نفسي عند الترقة. معرفش وصلت لها ازاي بس لقيت نفسي قدامها. رميت الجثة والسكينة في المية. ورجعت المستوصف. قلت مش هينفع اهرب. مش عايز اربط اختفائه بهربي. مش هينفع. حوالي الساعة 3 بالليل سمعت صوت باب أوضة الدكتور عزت بيتفتح. معناه كده انه وصل. وكان الحل قدامي ان انا لازم اروح له وواجهه او اشوفه عايز مني ايه. من غير مخبط عليه رحت وزقيت الباب ودخلت. لقيته قاعد في الضلمة على الارض وبيعيط. انت حكايتك انت يا راجل انت. انت بتعمل ايه؟ انا ما كنتش عاوز اعمل كده على فكرة. ما كنتش. ما فهمتش هو بيقول ايه غير لما ولعت النور واتفزعت لان الاوضه كانت كلها جثث اطفال. اطفال جثث احجام صغيره ومتكومه جنب بعض في مشهد مخيف ومرعب. المرعب اكتر اني لقيت طفله نايمه مربوطه جوه مثلث احمر. حواليه شمع كتير. الدكتور عزت كان قاعد على الارض وركع على ركبه وموطي راسه قدام شيء ملامحه اقرب من الشيطان. اللي حصل ان كل ده شفته في لمحة بعد ما نورت النور. وفي نفس اللمحة كل حاجة اختفت. وما فضلش غيري انا بس. قلت له انت بتعمل ايه؟ انا مش شيطان زي ما انت مفكر يا دكتور يوسف. فانا كنت بين اختيارين اسوأ من بعض. من 10 سنين انا كنت هنا زيك بالظبط. متعين جديد ومتجوز وبنتي يومنا كان عندها 3 سنين. الحياة كانت حلوة وجميلة ووردية. بس فجأة كل حاجة اتغيرت. يومنا اتصابت بمرض غريب. مرض أول مرة اسمع عنه أو أشوفه. عملت كل اللي أقدر عليه لكن مفيش أمل. كل يوم صحتها كانت بتتدهور والموت بيقرب منها ببطء شديد كأنه بيعذبني وأنا بشوفها وهي بتتعذب قدامي كل يوم عن اليوم اللي قبله. لكن في يوم ومعرفش جي منين لقيت واحد اسمه المأمون عرفني بنفسه ومعرفش ده انس ولا جن. قال لي انه يقدر يعالج بنتي بس في مقابل او تمن لازم ادفعه. وقتها انا غريق بتعلق بقشايا ولو طلب مني اعمل ايه كنت هوافق. ووافقت من غير ما اعرف ايه المقابل او التمن اللي لازم ادفعه لاني وافقت. بس اخد مني يوم وبعد 3 ايام رجعها لي تاني يا دكتور يوسف. معرفش عمل ايه بالظبط بس بنتي راجعه صحتها احسن من الاول.
وقتها المأمون كشف عن شخصيته، مخلوق شيطاني مطرود من الجن، مطرود من عالم الجن نفسه. قال لي المقابل ان انا لازم اكون خادم واقدم له قرابين، وهددني ان انا لو رفضت بنتي هتموت، ومش بنتي بس، عائلتي كلها، وهيسيبني انا عايش اتفرج عليهم. بالمناسبة تقديم القرابين للمأمون ما كانش عن طريق الذبح والقصص المرعبة اللي بنشوفها، لكن كان عن طريق خلطة كنت بديها للمرضى اللي بيجوا هنا يتعالجوا. صحيح كانوا بيخفوا من المرض اللي جايين يشتكوا منه، لكن بعدها بمدة المأمون بيسيطر ويتسلط عليهم لحد ما يقتلهم. أنا كنت بس بمكنه منهم. أنا بتعذب، بس بنتي، وما كانش قدامي حل تاني. وانت ليه بقى بتحكي لي يا دكتور عزت دلوقتي؟ ضميرك صحي بعد ما عملت كل ده؟ انا مش فاهم. لا، يومنا هي اللي ماتت، ماتت النهاردة وهي بتعدي الطريق، عربية خبطتها. خلاص ما بقاش في حاجة اخاف عليها. انا هروح واعترف للشرطة بكل اللي عملته. اخرج انت دلوقتي لان انا اتصلت وهم اكيد جايين. اخرج واهرب وما ترجعش تاني، ما ترجعش تاني يا دكتور يوسف، اهرب. هما يصدقوك؟ يصدقوني بقى ولا ما يصدقوش، ما بقتش فرقة، ما بقتش فرقة، ما بقتش فرقة. بعد شهر رغم ان الصلة اتقطعت بالمستوصف وبالقرية، لكن عرفت فيما بعد ان الشرطة لما قبضت على دكتور عزت اتحجز في مستشفى الامراض العقلية، وبعدها فترة لقوا ميت في قطه في المستشفى مدبوح من رقبته وجثته مشوهة، وجسمه عليه اثار حروق وكدمات وضرب، وعلى وشه اشد نظرات الرعب والفزع والهلع، كأنه شاف شيء مرعب قبل ما يموت. انا كدكتور يوسف حاولت اتناسى الموضوع، خصوصا ان حالة والدتي بتتدهور، واتنقلت للمستشفى ومضطربات معاها هناك، وافكر فيها اهم. وفي يوم انا بايت معاها صحيت على صوت حد بينادي عليا، صوت فيه حشرجة كأنه واحد مخنوق. بصيت حواليا ما لقيتش حاجة، لكني لقيت عند باب الأوضة بعدها بدقايق دكتور عزت واقف مبتسم ابتسامة غريبة، ما كانش في هيئته العادية. كانت رقبته بينزل منها دم لزج اسود، وفي زي طوق حديد في رقبته، ونهايته سلسلة طويلة، واللي ماسك السلسلة دي مخلوق بشع جدا. المخلوق ده بص على والدتي اللي نايمة على سرير المرض، وبص لي بصة فهمت منها لما لقيت فجأة أمي قامت وقعدت على السرير، ولقيتها بتقولي أنا بقيت كويسة، أنا اتحسنت، أنا كويسة، أنا مش حاسة بأي تعب، مش حاسة بأي تعب خالص، الألم اللي كان عندي راح، أنا حاسة أن أنا صغرت يجي 20 سنة يا ابني، أنا صغرت يجي 20 سنة. أنا شفت رؤية خير، الله ما جعله خير، شفتك واقف، وواحد طيب كده واقف وشكله معالج من اللي بيعالجه بكلام ربنا، وكان بيقولك هعالج لك أمك بكلام ربنا ده، وهخليها لك تبقى أحسن من الأول بكتير، بس أنت المطلوب تنفذ وتدفع اللي عليك. أنا حتى فاكرة يوسف اسمه المأمون يا ماما. ايوه المأمون، الله ينور عليك يا ابني. بس انت عرفته منين؟ اصله دين يا ماما، دين قديم بسدده مع اني ما اخدتوش.
لكني دلوقتي لما انتي قمتي بالسلامة لازم اسدد الدين، لازم اسدد. انا مش فاهمة يا ابني، دين ايه؟ انت عليك فلوس لحد؟ لو في حاجة اقدر اساعدك فيها قولي. انا امك؟ لا يا ابني، انا محتاج افكر، محتاج افكر. ما هو يا هخسر اغلى حد في حياتي، يا هخسر نفسي. مش فاهمة يا ابني، سامحيني يا ام، سامحيني، سامحيني. مش فاهم حاجة يا ابني، ما اقدرش يا ام، ما اقدرش، ما اقدرش. يا حبيبي طالما ما تقدرش ما تعملش حاجة غصب عنك. هنكون موجودين في معرض الكتاب في الشيخ زايد في مدينة 6 أكتوبر علشان نوقع مع بعض روايات نادر فودة وكتاب خبايا 1 و2 و3 اللي نزل بالفعل. بعد صلاة الجمعة في الشيخ زايد في معرض الشيخ زايد في 6 أكتوبر هكون مستنيكم أحمد يونس علشان نتقابل كلنا ونحافظ على بعض والإجراءات الاحترازية علشان نتقابل في المعرض، معرض كتاب الشيخ زايد من بعد صلاة الجمعة، موجودين علشان كلنا نحتفل بإصدار خبايا 1 و2 و3. شكرا لكل تابعونا النهاردة في حلقتنا من كلام معلمين، ورب الحلقة تكون حازت على إعجابكم ورضاكم. تحياتي وحبي وتقديري، كان معكم أحمد يونس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.